تواصل مصر جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة واستمرار عمل معبر رفح من الجانب المصري. شهد اليوم دخول عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود المتجهة لمنفذ كرم أبو سالم. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. لازالت مصر تقوم بمجهوداتها ومسؤولياتها تجاه الأشقاء داخل قطاع غزة بتجهيز عدد كبير من المساعدات الإنسانية وإدخالها عبر منفذ كرم أبو سالم مؤقتا لحين العودة للعمل في معبر رفح من الجانب الفلسطيني. نتحدث اليوم بالنسبة لدخول من معبر رفح، نحن نتحدث عن اليوم الثامن من بدء دخول الشاحنات من منفذ كرم أبو سالم بعد الاتفاق بين مصر والأمم المتحدة في إدخال شاحنات المساعدات من هذا المنفذ. نتحدث أن اليوم دخل ما يقرب من 200 شاحنة دخلوا بالفعل من منفذ كرم أبو سالم محملين بعدد كبير من المساعدات الغذائية وأيضا المستلزمات الطبية المختلفة. هذه الشاحنات أيضا دخل معها نتحدث عن 7 شاحنات للسولار و4 شاحنات للغاز، وهذا رقم كبير فيما يتعلق بالوقود خلال الأيام الماضية، لكن بالتأكيد هذا سينعكس على الأقل على عودة المخابز للعمل مرة أخرى بسبب نقص أو توقف 98% من المخابز عن العمل بسبب نقص الوقود. أيضا يعني نتحدث عن اصطفاف عدد كبير من الشاحنات في مدينة العريش وأيضا أمام معبر رفح للدخول تباعا، وأيضا هناك يعني آمال كبيرة معلقة على عودة عمل معبر رفح مرة أخرى خاصة بعد الاجتماع الثلاثي المنعقد اليوم في القاهرة طبقا للمصادر رفيعة المستوى. هذا الاجتماع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لبحث عودة عمل منفذ رفح من الجانب الفلسطيني، وأيضا مع تأكيد مصر على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ من منفذ رفح من الجانب الفلسطيني. هذا فيما يتعلق بالوضع الإنساني. فيما يتعلق أيضا بالوضع الميداني، لازالت يعني بعض العمليات العسكرية المتواصلة في مدينة رفح الفلسطينية، وشن الاحتلال الإسرائيلي بعض الغارات على مدينة رفح الفلسطينية مع استمرار بالطبع الجهود المصرية المبذولة للعودة للمسار التفاوضي مرة أخرى للوصول لوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن عودة إليكم مرة أخرى.